السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو يا شباب سوف نستعرض كودين جديدين يا جماعة، حاول أن تستغلهما بأسرع وقت يا شباب. كذلك سوف نتحدث عن الكثير من الإضافات التي سوف تنزل معنا يا جماعة، خصوصا تسريب الكامل لحدث الليبرتادورس، سوف يكون حدث بسيط جدا يا جماعة. لذلك قبل الفيديو يا شباب لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، خلونا ننطلق يا شباب. أول شيء يا أصدقاء خلونا ندخل الكود الخاص بين يا شباب ونشوف الهدية التي سوف نحصل عليها، يا ربي على الأقل أن تكون الهدية جيدة يا جماعة. هذا هو الكود الأول، سوف أقول لكم أين سوف تجدون الكود الثاني يا شباب. خلونا أول شيء نكتب الكود الخاص بين يا أصدقاء، يا ربي فقط أن تكون الجائزة أسطورية يا جماعة. فهذا ليس الكود التي حدثتكم عنه سابقا، فهذا الكود يعني قد نزل اليوم بالصدفة يا جماعة، يعني القليل من كان يعلم أن هذا الكود سوف ينزل، لكن سوف أعطيكم التوقيت الرسمي للكود الثاني ومتى سوف يكون معنا يا شباب. هذا هو الكود الذي سوف تقوموا بإدخاله يا جماعة، ما عليكم سوى الدخول للموقع الذي سوف تجدونه في الوسط، يعني تقوم بربط حسابك بحساب EA، ثم سوف تدخل لهذا الموقع وتربط الحساب الخاص بك يعني حساب EA. بعد ذلك سوف تقوم بيعني إدخال هذا الكود وسوف تتوجه مباشرة للعبة أسطورية. خلونا نشوف على ماذا سوف نحصل يا شباب، يا ربي على الأقل أن تكون الجائزة جيدة. أنا أعلم يعني الباكات الخاصة بEA وكذلك الأوفرات، فيعني EA بخيلة جدا، لحد الساعة لازلنا نحصل على اللاعبين 96 و97، لكن خلونا نشوف على ماذا سوف نحصل. خلونا نستلم الهدية الخاصة بين الأصدقاء، خلوني أول شيء يعني أزيل كل هذه الرسائل حتى نشوف الباكج الخاص بنا يا جماعة، بالتأكيد سوف يكون هو آخر باكج يا شباب. خلونا نشوف على ماذا سوف نحصل، على الأقل يلزمنا أن نشاهد ووكاوت. ووكاوت يا إي إي، أرجوك يا إي إي، نحتاج ووكاوت. خلونا نشوف على ماذا سوف نحصل، يا ربي أن تكون ووكاوت، يا ربي أن تكون ووكاوت. خلونا نشوف ما هي الدولة، خلونا نشوف. والله يعني الهاتف متوقف وحدة برازيل، هل هو جورزيني وايكون؟ والله لا أعلم، جورزيني يا ساتر يا ساتر على غارنيشا بأوفر 94، ماذا سنفعل بهذه البطاقة بأوفر 94 يا شباب؟ والله لا أعلم، لكن خلوني أكتب لكم الكود القادم سوف يكون في هذا التاريخ يا جماعة. بالنسبة لهذا الكود فكان من المفروض أن يكون معنا يوم 9، لكن تم تأجيله، يعني سوف يتم الآن وضع هذا الكود في البث المباشر الذي سوف تجدونه على قناة اليوتيوب الخاصة بإفسي موبايل برازيل. سوف يتم البث المباشر الخاص بي يعني القناة، سوف يتم يعني إضافة الكود يعني في الواجهة كما تلاحظون، يعني بمجرد أن يتم إنزال هذا الكود سوف تجدونه في القناة يا جماعة. لذلك لا تنسوا يا شباب الاشتراك واللايك ثم اللايك، وخلونا يعني احسب لكم التوقيت الرسمي الذي سوف يكون في هذا البث. بالنسبة لتوقيت المغرب فسوف يكون على 10 يا جماعة، 10:30 بتوقيت الليل يا جماعة. اما بالنسبة لباقي الدول الاخرى مثلا في دولة مصر سوف يكون البث المباشر يعني على 12 يعني في الليل، منتصف الليل يا جماعة، فهذا تقريبا التوقيت الذي سوف تعتمدون عليه لمن اراد يعني ان يشاهد البث وكذلك يعرف الكود. اذا لم يعني تستطيع ان تشاهد البث فسوف تجدوا على قناة بالنسبة للحدث الموالي الذي سوف يكون معنا في الأسبوع القادم، فبالتأكيد هذا الحدث سوف يكون بسيط جدا، وهو من بين الأسوأ الأحداث التي تنزل معنا، يعني سوف يكون مثل حدث الكوبا أمريكا من يتذكره يا جماعة. القسم الأول سوف يكون القسم الرئيسي، سوف تكون في بعض المباريات مع الكمبيوتر أو يعني مهارات. أما بالنسبة للقسم الثاني فسوف يكون قسم الاختيار يا جماعة أو قسم التصويت، من خلاله سوف تجد مقابلات يعني سوف تكون ملعوبة في المباشر يا جماعة أو في الحياة الحقيقية، ثم سوف تقوم بالتصويت على اللاعبين الذين من الممكن ان ينتصروا في هذه المقابلات، وسوف يتم الزياده في الاوفر الخاص بهم. يعني انتم تعلمون هذه الطريقه التي كانت في حدث الكوبا امريكا، تحصل على توكن، هذا التوكن تقوم بالاختيار يعني بطاقات للاعبين يكونون لاعبين مباريات في الحياه الاصليه يا جماعه. وبناء على الاختيار فسوف يتم رفع الاوفرات الخاصه باللاعبين. اما بالنسبه لاخر شيء يا جماعه فهو القسم الاخير معنا، في هذا القسم الاخير فسوف نقوم بالانتصار في 20 مباراه او 20، يعني ليست بالضروره ان تكون مباراه، مثل يعني ما كان معنا في حدث الذكرى السنوي، ما عليك سوى تفتيح 20 تفتيحة، إذا قمت بعملها يا أسطورة سوف تحصل على لاعب بين أوفر 97 و101، سوف يكون مجانا للجميع، فهذا تقريبا التسريب الكامل للحدث القادم معنا إن شاء الله يا جماعة. خلونا الآن ننطلق لمختلف الإضافات التي تم تحديثها معنا يا شباب. أما بالنسبة للإضافات النازلة معنا يا شباب، أول شيء يا جماعة ضروري أن تقوموا بلعب هذه المباريات، خصوصا الدوري الإنجليزي، وبالنسبة إلي فالدوري يعني
يعني الإسباني أو لا ليغا، يعني يعني ماذا أقول لكم عنها؟ فلا نلعبها ولا نحصل على ولا شيء، يعني 100 توكن ما الذي سوف نفعله في 3 مقابلات؟ من الأحسن أن تتجنبوا لعب هذه المقابلات، لأن عوض أن تلعب هذه 3 مباريات حاول أن تلعبها على الأقل في الوجه لوجه وتنتصر فيها. أما بالنسبة للدوري الإنجليزي فأنصحكم أن تلعبوا كل المباريات. لماذا؟ لأنك سوف تحصل يعني في 3 مقابلات على 700 جوهرة، وإذا كررت للمرة الثانية سوف تصرف 200 جوهرة، لكن سوف تكسب 700 جوهرة، بالتالي سوف تكسب حوالي 1200 جوهرة أو 1100 جوهرة يعني يا جماعة، فبالتأكيد سوف تفيدك في تجميع الجواهر الخاصة بك. لذلك يا شباب كذلك تم تحديث المقابلات الخاصة بمركز كرة القدم، يعني تمت إضافة يعني مباريات لمنتخبات يا جماعة، يعني إذا كانت هنالك مباراة صعبة اكتبوها لي في التعليقات وسوف أنزل عليه فيديو، لكن سابقا قد شرحت لكم أسهل الطرق لكي تنتصر في مثل هذه المقابلات، يعني ب4 نصائح ضروري أن تقوم بها وسوف تسجل الكثير من الأهداف كيفما كانت صعوبة الكمبيوتر. لكن الآن أعتقد أن المقابلات أصبحت في المتناول، الكل سوف يستطيع الفوز فيها يا جماعة، لكن أعتقد أن المقابلة خصوصا المقابلة الخاصة بكرواتيا سوف تكون صعبة، صعبة جدا يا جماعة، كذلك المقابلة الخاصة بإسبانيا سوف تكون صعبة لحد الساعة لم ألعب ولا مقابلة يا شباب، لكن عندما ألعب سوف أقول لكم ما هي أصعب مقابلة التي واجهتها يا جماعة. أما بالنسبة للاعبين الذين أمامنا فسوف أنصحكم ببطاقة فالفيردي، أسطورة أسطورية، يعني الكثير من راجع هذه البطاقة حرفيا يقول أنها أسطورية جدا في خط النص، لذلك تقريبا هذه أفضل بطاقة موجودة معنا في اللاعبين الحاليين، إضافة لبطاقة ساكا، ولو أن من يمتلك بطاقة رافينيا الخاصة بفريق الأسبوع الذي كانت معنا سابقا سوف تكون أفضل بكثير من بطاقة ساكا، خصوصا إذا منحت 15 تدريب. لذلك أعتقد أن هذا كل ما كان في فيديو اليوم يا جماعة، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، شكرا لكم على المشاهدة.